اعمل لها لك ما هي ما فيش يا عم. كل ما تسلك تبقى ايه اللي ولا اوعى يالا. الله يا ابن الوداد صور امال تطلع منين؟ شفت بس تطلع تبقى تطلع من عينيه. هنا ورا دكتور احمد. ثانك لا نور عليك. خلاص انا عايزين بقى شوف الثاني دي بقى. قول يا رب انا حاسس ان في فيها اوريها لك كده. والله انت دكتور فنان بس عايز صبر زي ما احنا صبرنا كده. تفتح شويه انت. لا غير اخيرا اهو يلا برجول. ده صديق اللي نزل اول ما نزلت اللي دي بقى. شوف حطيت لك حته في الطعام. شفت المسالك كده. الله ينور عليك يا ابي. شوف دور الثاني ما نزل. ده صديق اللي نزل. دور الثاني ما نزل. طب من فوق بقى. طب ما غسلناها خلاص. احم فيها صلاين او حاجه اطلعها. لا حاجه في شقه. لا عايز الفيديو. عطلت الدنيا في حالي. طلع من فوق. لا انا ما فيش منها هذا اسكت. والبنك تبع كرمال لا على هذه خبرات صديق لازم نشوف الصديق. شوف المايه بتطلع منين. شوف 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 المايه بتطلع منين. ما ده صديد اللي طلع الاول وكانت صديد العالي. استنى ايوه ده الشغل. ايش يا ابني احنا مش جايين اختبارات هنا واحنا لسه هنعمل اختبارات. ماشي نعمل ايه بس انا احنا بننضفها لك بما يرضي الله. وكان حد عمل لك كده الكلام ده بره؟ لا والله الكلام ده احنا مش الكلام ده خالص. بس ركز على البنك الكونسيست. اثبت يا عم انت. انت مسكها من ده ليه؟ هم ليه؟ هات لي واحده صلاين كمان. واحده صلاين كمان. بتربط العين بالغير. بس اخد شوف حاجه ثانيه. شوفها شوف شوف. خلي بالك عشان تنط الميه في وشك. لا الثانيه مش لسه قد وشك. ما فيش تجربه والله. ما بتطلع من ايه؟ لف عشان تبص. لف لف. هات 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 هات. هات صلاين. ايه الشغف؟ دكتور مصطفى. شفته الاول ما كانش عايز